خلينا بقى ننتقل إلى جرافيك هذه المباراة. دوري العام المصري موسم 2019-2020، النهاردة الخميس 19 ديسمبر 2019، نادي الإسماعيلي ضد النادي الأهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي مباراة النادي الإسماعيلي. إن شاء الله بكرة الجمعة الساعة 2:30 في مباراتين، أسوان هيلاعب الإنتاج الحربي في الأسبوع التاسع، وأيضا حرس الحدود سيلاقي المقاولون العرب أيضا في الأسبوع التاسع. أما في الساعة الخامسة أيضا هناك مباراتين، الاتحاد السكندري اللي عامل طفرة كبيرة جدا جدا مع جهازه الفني كابتن طلعت يوسف ومع رئيسه الحاج محمد مصلحي، هيلاعب نادي مصر وفي تمام الساعة الخامسة، ومصر المقصة اللي مع كابتن ميدو الحقيقة في آخر ثلاث مباريات هزيمة في آخر ثلاث مباريات، ولكن تجديد الثقة من اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي لأحمد حسام ميدو سيلاقي نادي طنطا أيضا في الأسبوع التاسع. إذن أربع مباريات، مباراتين الساعة 2:30 ومباراتين الساعة 5. أما المباراة الأخيرة يوم الجمعة هتكون في تمام الساعة 7:30، نادي الزمالك سيلاقي نادي سموحة، نادي الزمالك بعد هزيمته الأخيرة أمام طلائع الجيش، وسموحة هيلعب ضد نادي الزمالك بعد فوزه على أسوان في مباراته الأخيرة. بقية مباريات الأسبوع التاسع هتبقى يوم السبت 21 ديسمبر، الجونة بعد هزيمته لنادي بيراميدز وإقالة المدير الفني لنادي بيراميدز بعد الهزيمة من الجونة 3-2، نادي الجونة سيلاقي طلائع الجيش في تمام الساعة 2:30 يوم السبت 21 ديسمبر. أيضا في تمام الساعة الخامسة وادي دجلة اللي حقق واحدة من مفاجآت الأسبوع الثامن بفوزه على نادي المقاولون العرب سيلاقي إمبي أيضا واحد من اللي حقق المفاجآت بفوزه على النادي المصري في مباراته الأخيرة في الأسبوع الثامن. هنشوف إن شاء الله مباراة كويسة ما بين الفريقين. أما آخر المباريات هتبقى في هذا اليوم، هتبقى المصري البورسعيدي سيلاقي نادي بيراميدز، الجريحين الحقيقة سواء المصري البورسعيدي أو نادي بيراميدز. نادي بيراميدز دلوقتي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي هو المدير الفني المؤقت لنادي بيراميدز. هذه المباراة ستكون الساعة 7:30 يوم السبت 21 ديسمبر. جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل مباريات الأسبوع التاسع، نادي الأهلي في المركز الأول لعب 6 مباريات، فاز في 6 مباريات، له 18 هدف كأفضل خط هجوم وعليه هدف وحيد كأفضل خط دفاع، عنده من النقاط 18 نقطة. نادي الاتحاد السكندري في المركز الثاني ولكن من 8 مباريات، فاز في 5، تعادل في مباراتين، هزم في مباراة وحيدة، له 10 أهداف عليه 4 أهداف ويملك من النقاط 17 نقطة. نادي المقاولين العرب لعب أيضا 8 مباريات، فاز في 5، تعادل في 1، هزم في مباراتين، له 10 أهداف عليه 6 أهداف، عنده 16 نقطة. المركز الرابع نادي الزمالك في المركز الرابع، لعب 7 مباريات، فاز في 4، تعادل في مباراة، هزم في مباراتين، عنده 10 أهداف عليه 7 أهداف، يملك من النقاط 13 نقطة. ثم نادي سموحة والإسماعيلي وبيراميدز، ده بقى الترتيب لغاية آخر فريق في الدوري العام المصري أو آخر 3 فرق. الجونة في المركز الـ16 من 8 مباريات، وادي دجلة في المركز الـ17 من 8 مباريات، أسوان أيضا في المركز الأخير ولكن من 7 مباريات. طيب خلينا نروح لزميلنا زي ما قلت لحضراتكم فاروق صلاح من أرض الملعب من استاد المكس.